حسب رايكم. انا بدي بس ما تعطيني ملاحظة على الايفال. وانا كمان لا ما صاروا بالزباله. نو انا ما بخزق اوراق الا اذا روق. ما في شيء تعرف مغارض علي بابا. هيدا يعني بالمشاهد موجود برات المشاهد موجود. لا طيب. احنا لازم نعرف شو مكتوب بالرساله اكيد يعني لازم نفهم من يلي رح تعمليه. اوكي ممكن تحذف لي الرساله. يا رب تكون هي. حضرتك شفتي اللي حصل؟ ايه ما اصلا ما عرفكيش بس شفتي اللي كنت عايزاه من زمان جاي الدور الدور اللي ده في السينما. ايه مش مصدق. بس فهمتوا عليا؟ ايه دور بالسينما كثير. ايه اجاها دور بالسينما. اشتغل معي كثير. بس هلا بس بدي اقول شغله كرياكشن كثير حلوه. حلوه كثير يعني ايه. وبعدين هي من دون ما تعرف قالت شغله ان شاء الله يكون هن يعني حسستنا انه ناطره الخبر. ناطره الشيء. فوت رافائيل فوت. ما عرفتك انك انت عرفتك لك انيس تركين لك فضولي الباب. شو هذا؟ انا نبيت وشونتال بعرفها انه شونتال معي بالبيت انه عاي وحده من عائلتي. يعني انا فكر بس قالوا هو تركي له هون على الباب. انا خيو ما بعرف. انا حسيت انه رافائيل تركي انيس تركي لك هون على الباب رح يصير اب. حلوه رياكسيونته لانه ما فهمنا اذا انه بكي اول شيء او فينا نعمل بعد وحده مره. 3 2 1 توب. بابا مبروك ما باربح تبعت جديد مفروش مع السيارة. ها؟ ماما؟ 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 ايه ماما شو هالورقة اللي مع الأوراق هونيك؟
اوكي خيك رافائيل كسر لي الدنيا. هاي خيك رافائيل بكون عم بجلق عليك. معقول؟ مش معقول، انا ما بصدق، ما بعرف. رافائيل! رافائيل! يا رافائيل! شو؟ ما بيسمع. انا هون شو كان هالقد هبيله رح صدقك انا شو بدك ضرب انه انا ربحت بيت جديد مفروش مع سياره ها امبارح تركوها على الباب مكتوب علي مبان ما فتحتها قلت شفت شيء مش الي تمزح لحظه شوي يا احسن احسن على فكره هالمسرح كثير مجوي ومكركب هي اخر مره بقبل انه يجي ولقي هيك مكبوب كبايات ومدري شو على البيانو على صحيح مدام ماري ما بتسمح بس ولا انا كمان يا بس دق الباب وحطه بس ارميها تحته بس ما دخلت ده حطها هون ضعف ايه يلا فوت بيسو فوت لا لا ده ايه دق هلا على الباب ماشي الو انيس تعبان تعال تكفى تعال تعبان تعال تعال ابغاك شغل تعبان ليش تعال ليش بدك ضروري تعبان والله ماني قادر اقوم تعال خيك حبيبي انت جاي جيب الورقه معك هنا شو في ورقه جيبها جيبها جيب الورقه اللي هناك جيبها اتصل فيها حتى تقيمني من النوم بالله تكفى تكفى والله تعبان بالله جيب لي الورقه اللي هناك حبيبي لا 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 تمزح مبروك استاذ علي ربحت ويكند في اوتيل فخم مع صديقتك او حبيبتك رجال الصال واو طب علي ليلك شغل تعبان حلو كيف في شغل اعملها حلو هيدي بتصير بالبيت عندي بنتي بتبعت لي مساج مثلا انه مام بليز خيي قومي قومي انه اوقات هيك حدا عن جد ما له جلاد يقوم تفيد ضو حلو انه انيس انه الله يخليك عايزك ضروري تعبان ما حس حالي مش منيح مريض مش قادر شو في علي الله يخليك انت وفرجي لي على المرأة حلوه بس بتحمل اكثر انه مريض تعبان حاسس وانت جاي بانيكي يعني جاي شو في الله يخليك بزيلك فايت الله بقى كثير تعبان عم تجيب لك الورقه خلص بس يعطيك الورقه ميرسي انيس يعني لازم تكسر شكرا انيس يعني يفهم انه قديشك كسول هاي سالفه على حاجه بنحلم باللي معاه في الويك اند يعني احنا شايفين حضرتك يعني سريعه البديعه
اللي هو على طول بتجيبي فكره، هل ده من كتر الشغل والتعود ولا دي بتبقى حاجه عند البني ادم؟ لا هو كتر الشغل واكيد يعني احنا مع الوقت ممكن يبقى بسرعه نقدر نفكر. هو التمثيل انه المسرح التمثيل اكيد في بيكون في موهبه بالاول، ولكن انا عندي اقتناع انه مين ما كان بيقدر يطلع على المسرح. يعني انا معروفه بشغلي حتى بال يعني لما بشتغل مسرحي دائما عندي نص الاشخاص بيكونوا خريجين معهد وعندهم دبلوم ونصهم لا بيكونوا هن الموهوبين، هو بحبوا هيدا الشيء وبنمي لهم اياه. يعني المهم الشغل، الشغل بيعلمك قد يعني مثلا افترض عملنا 4 أشهر 6 أشهر سنة صفوف، بس ما تحضر مسرحية وتواجه الجمهور العمل المسرحي هو لحاله بيجبرك على يعني على انك تكتسب موهبة، يعني تكتسب خبرة. اصبر ثانية طيب، قول له استنى استنى شوية يا رافائيل. ماشي ايه دي يا حبيبتي، الملزمة اللي احنا خدناها من الجامعة مكتوب الكلام غلط، في كلام غلط مكتوب في الملزمة. طيب خلاص لما اشوفك نظبطها. طيب اوكي طب استني خليكي معايا، الباب بيخبط. ثواني خليكي معايا. مين؟ ايوه استاذه دينا. ايوه تفضلي هيدا عليك. بس كنت هون وما له حبيبي. شكرا، بس بالاذن بدي فوت على الحمام. طلع ولا ايه؟ هاي بدو معك مشكله صاحبي. ولسيتك بالحمام. دينا معلم قبل ما تفتح الورقة بليز عمل شغلة، بليز اترك الورقة مسكرة. انت بالبيت عم تدرسي للجامعة، فات لعندك زلمة مرحبا مدام بليز تمضي لي الورقة، اعملي معروف بس لأنه بدي فوت على الحمام، تتركيه وبترجعي. يعني هيدا الشيء لأنه صار استخدميه بالمشهد. سكر دينيك سيك كات 3 2 1 ستوب. هيا دودو يا حبيبتي، الميزان اللي احنا خدناه النهارده من الجامعة. طب استني خليكي معايا الباب يخبط. ايوه مين؟ استاذة دينا هيدا الورقة ليك، هالورقة ليك، وبليز تمضي لي هون. بس بعزيك تفوت على الحمام. فيك حاجة؟ تدخل الحمام. تفضل. منين؟ سيب الباب مفتوح. أيوة يا دودو خليكي معايا سوا. ودخل الحمام. ثواني خليكي معانا لان انا منه ما في ديلاكس. كمل رافائيل بطل مشاهدة يا رب. في اشياء في خيط بين الانجد، في خيط بين الهضامه، واحد يروح على الفلجرا الاشياء الفلجار يعني اللا اخلاقيه يعني انه اوكي فيني فوت على الحمام كثير مهضوم وزقن ايه لا زقتك لانه اي طلبت يعني وقف هون اختفي. يلا يلا يعني ما تعمل لي كل هذا الشيء يلي يعني هو بيروح على بيروح دايت على انا صار عم يضحكوا على منظري هن ما عم يضحكوا على هيدا بيروح على شيء البشع. يعني اخلاقيا
ما فينا نقدم هيدا الشيء على المسرح. يعني اتيكمون بالفرنسي مش حلو، بس حلو كيفك. بليز فيني فوت على الحمام؟ كثير حلو. وي انيس شو ما اشهد فيلم تركي شو كاين والو شوكي صافا صافا مزيان. ايه وفت لقيت وقت هاي فلابات وريت لقيت عليك على ايش فيها الاخر شو فيها في القصه لاكا بس حقي انا طالع على شو عمر سميتي هادي وداكا ميرسي تتجوزيني الو يا حبيبي انت اللي بعت لي الورقه وعم تضحك علي عن جد بتحبني اكيد على سؤال حبيبتي بتتجوزيني سمعتوا او ما سمعتوا بتتجوزيني هو سؤال حبيبتي بتتجوزيني هو خبر صح